Zéro politique. Zéro politique. Zéro politique. العشرة واثنين واربعين دقيقة على راديو كاب اف ام. زلنا مواصلين معكم المشوار إلى حدود منتصف النهار. الناس اللي يتلوج على هجرة للخارج وعقود عمل للخارج ومش لاقية كيفاش وين تمشي، أبقوا معنا في الروبريكة دي باش نهزوكم الوحدة ليزاجونس اللي باش تسهل لكم العملية دي وتحقق لكم الحلم متاعكم. سعيد جدا بحضورها معنا اليوم المرة هذه بكاسكيت ممثلة في اس جلوبال سيرفيس سندا النبي. عسلامة صيف. مرحبا يا سندا. لا مش نبدل مع سندا الكريمي كريس. توا مش نحكي معك يا سندا ممثلة في اس جلوبال سيرفيس. مرحبا بك مدمومثل سندا. مرحبا يا صيف عايشك يعطيك صح. دونك سندا اليوم باش نحكيو على في اس جلوبال سيرفيس. جلوبال سيرفيس مؤسسة هذه اللي تعنى بالهجرة إلى الخارج وعقود العمل. قبل كل شيء للعباد كما قلت أنت اللي مهتمين بالموضوع هذا، للناس اللي تحب تلوج على عقود عمل بالخارج، الموضوع هذا يهمكم على الاخر، دونك أبقاو بالحق معانا باش تستفيدوا وتستنفعوا. وكان فما أي تفسيرات بتبيع تنجموا تسمعوهم مني أنا تو، وإلا بعد بتبيع باش نقول لكم كيفاش نجموا تلقاو تفسيرات أكثر، ولكن فما برشا حاجات ما كنتش فاهمينهم تنجموا تفهموهم. باهي سندا، أول سؤال يخطر على الأجنبي الكل، شنو هي في اس؟ شنو هي في اس جلوبال سيرفيس؟ في اس جلوبال سيرفيس كما تعودنا للعباد، معناها نورمال تعودوا العباد يسمعوا اسم في اس جلوبال، بديت هكا ديما تخطر معناها على البال وكل شيء، اسمها بدا يظهر. في اس هي شركة خدمات وساطة، معناها هي خدمات وساطة بالأساس. دونك بالنسبة للبحث متاحة، معناها من حيث الخدمات متاحة اللي تقدمهم، وإلا من حيث الحكايات اللي توفرهم معناها لطالب الشغل، في إيجاد عقود عمل مجانية لطالبي الهجرة سواء في البلاد التونسية ولا حتى في خارجها. دونك جوست حاجة برك باش نفكر فيها، إنه معناها هي بدأت الخدمة متاحة أونلاين وتو فتحت أول مقر لها في نابل لحواش. لحواش تلقاوها في نابل لحواش قرب محطة الحافلات توازيم ايتاج. باهي الخدمات اللي تقدمهم لاجونس هذي شنوهم؟ إذا كان باش نحكيو توا على الخدمات اللي تقدمهم لاجونس هذي، باهي نحب نقول نعاود نكررها مرة أخرى، إنه شركة في إس هي شركة خدمات وساطة، والوساطة وساطة إدارية. دونك هي من حيث المعاملات نتاعها والخدمات نتاعها اللي توفرهم، من ناحية إيجاد عقود عمل مجانية. عقود عمل مجانية دونك هي باش تكون لك الوسيط ما بين طالب الشغل وما بين الشركات وإلا المؤسسات القائمة، وإلا اللي هي تبحث على معناها عباد اللي يبحثوا على عقود عمل، وإلا يبحثوا على الهجرة إلى الخارج. دونك باش تمثل الوساطة. نحكيو على العقود العمل المجانية، اسكو العقود العمل المجانية تعطيهم هي كأجنس وإلا العقود العمل المجانية تجي من المشاركات؟ لهنا نحب نقولك اللي فكرة أنه بيع وشراء العقود هذه بربي نحيوها من بالنا، معناها على خاطر لهنا الشركة خاطر فما دي أجنس اللي يبيعوا بتبيع، فما برشا شركات وإحنا نعرفوا الشيء هذا، أما جوست ما نحبوش نقروا به وكهو، أما فما برشا شركات اللي هي تبيع في عقود العمل. دونك يبيعوا لك الفيزا، يبيعوا لك العقود وبمبالغ باهظة جدا. لهنا ما نحكيوش على البيع، لهنا نحكيو على وساطة إدارية. اش معناها وساطة إدارية؟ دونك هي باش تمثل لك في اس الوسيط الإداري، الوسيط ما بين طالب الشغل كما قلت لك وما بين الشركة والمؤسسة اللي موجودة في الخارج. دونك لهنا هي باش تمثل لك الجسر العابر، ممكن نجم نقولوا اللي باش يسهل لك برشا حكايات أنت كنت نجم تعملهم في وقت كبير على الأخر. دونك لهنا نحب نذكر معناها الناس المؤهلة للحكاية هذوما اللي هما أصحاب الشهائد العلمية وأصحاب أصحاب التكوين الحر، وإلا حتى اللي ما عندهمش معناها المؤهلات هذوما بالطبيعة
في اس ما تقتصرش كان على المؤهلين معناها معناها على اصحاب الشهائد اكهو بالعكس في اس تفتح المجال وتحل ابوابها للناس الكل دونك ديما نقولوا الفرصه موجوده مادام الانسان قائم على ذاته ويحب ينجح باه في اس جلوبال سيرفيس بخلاف ان توفر عقود عمل مجاني شنو هي الحاجات اللي تميزها عن بقية الشركات الأخرى الموجودة تويكا في نفس التوجه في نفس التوجه أبار معناه أنا تويكا كنت نحكي على المؤهلين لهذه العقود نحب نقول لك اللي في إس تتولها بكل ما هو يخص الملف متاعك يعني هي باش تحضر لك الملف الكل دونك ما تقتصرش خدمتها على أنها تلوج لك العقد وتسلمه لك لا اما هي توفر لك برشا وتربحك برشا وقت من ناحيه شنو من ناحيه انها توفر لك ملف نتاعك تحضره لك كوم الفو تحضر لك رسائل التحفيز اللي لازمها تكون في الملف تحضر لك السي في نتاعك كيما يلزم يكون تاهلك معناها للحكايات اللي نجموا هما يصيروا معاك مستقبلا دونك وبالنسبه لحاجه اخرى تقدم لك سيرفيس اخر قدم لك سيرفيس النصيحه والارشاد دونك لهنا ماكش باش تلقى روحك انت ضايع اما بالعكس باش تلقى روحك فاهم برشا حاجات انت ما كنتش تفهمها من قبل معناها باش نبسطوا المعلومه للناس ما تكتفيش ان باش تلوج لك على خدمه هي تاترك لا هي تاترك هي شنو تعمل هي تلوج لك به انت تجي تقدم باش خلينا نبسطوا للعباد باش يفهموا ما يكونش رسميه برشا دونك انت باش تجيب الملف نتاعك انت انسان ولا طالب الشغل تلوج على عمل بالخارج بالخارج رغم ما يقتصرش على دول اوروبيه فقط نقطة معناها ضمن النقاط لا دول أوروبية أسيوية دول الخليج وغيرها من الدول اللي تتوفر فيهم عروض الشغل دونك لهنا هي عندها حسب خبرتها والمعاملات نتاعها مع الشركات هذوما هي انت تجيب الملف نتاعك هي باش تاخذ الملف نتاعك بعين الاعتبار تشوف شنو هما الشركات معناها المتوفرين ولا اللي المجال المفتوح فيهم واللي انت دخلتي للسؤال اللي باش نساله لك اللي هو المراحل اللي المراحل خاص كل شيء باش العباد تكون فاهمه دونك انت باش تجيب الملف نتاعك باش يحضروا لك هما الملف كما يلزم يكون خاطر فما برشا اوراق ممكن انت ياخذوا منك يا وقت طويل يا انت تكون ماكش على درايه بهم والحاجتين هذوما كنا نعرفهم خاطر الاداره التونسيه امشي منا ارجع منا امشي منا ارجع منا دونك هما باش ياخذوا على عاتقهم الحمل هذاك وباش يخلصوك منه انت باش ترتاح من حاجه اسمها اوراق دونك هما باش يحضروا لك كل شيء صحيح باش ياخذوك اون شارج في اي حاجه انت تستحقها في الملف نتاعك بالنسبه لشنو هما المراحل دونك انت باش تعطي الملف نتاعك باش تتعدى باش يخدموا لك السي في نتاعك كما يلزم يكون بالحق حاجه معناها كيما نقولوا احنا باهالي الاختصاص حاجه باهيه على الاخر يخدموا لك حاجه باهيه على الاخر دونك من بعديك باش تعدى بالترجمه خاطر نعرفوا اللي معناها السي في يترجم على حسب على عدة لغات حسب البلد ولا شركه اللي طالبه عروض الشغل رسائل التحفيز كيما قلنا وباش يبوستيليو لك معناها باش يبعثوا لك ولا باش يسجلوا لك في المواقع المفتوحه الكل من بعد شنو من بعد حسب الاختصاص اللي انت مختص فيه مثلا انت شنو هي شهادتك شنو هي الاختصاص اللي انت حاجتك بشنو هي الخدمه تلوج عليها شواليو وقتها يمشيو ديريكت معناها لك الشركه السيبل اللي هي هذيك اللي انت حاجتك بها باش يبوستيليو لك فيها باهي من بعد انت الحاجه الباهيه واللي تتميز بها انك انت باش تقعد اون سويفي معاهم اش معناها اون سويفي معاهم معناها انت باش تبع معاهم كل حاجه تصير في ملف نتاعك نجم برشا حاجات من بعد حتى كي يوصلوك هما للشركه انت من بعد تستحقهم اوراق تستحقهم من بعد طالب الشغل مش جوست يصب الملف نتاعو ويبقى يستنى في الخدمه يبقى يراقب ويتابع مع الشركه في المراحل اللي يمر بها الدوسي نتاعو اللي يمر بها الدوسي نتاعو علاش معناها فما ينجم عبد طويكا يسال يقول علاش معناها انا اون سويفي معاه على خاطر مثلا من الحاجات اللي تمتاز بيهم الشركه انه ما يخليولكش حتى مجال للشك ولا للغموض ما يخليوكش غامض وغافل على برشا حاجات دونك لهنا هما باش يحاولوا كيما نقولوا يفكوا منك الثقه فيك دونك باش يخليوك انت اون سويفي معاهم علاش باش انت تتاكد والا حتى انت بمصادرك معناها الشخصيه تنجم تتاكد من الشركات اللي هما قاعدين يبعثوا لك عليهم وفما برشا عباد انا صحيح الشركه باش تخلصك معناها من الحمل نتاع الاوراق وامشي وايجا وارجع واداره تبعثك الاداره اما لا انت دورك ما يقتصرش حد لهنا بالعكس انت كي تكون واقف معاهم على الدوسي نتاعك ولا على الملف نتاعك بطبيعه باش يكون خي الدوسي قد ما يكون مليان قد ما يكون فيه برشا حاجات قد ما يكون بيان معناها
اورغانيزي وكل راهو باش يسهل لك ليك انت باش يسهل لنا احنا يسهل لك انت ربحك وقت ويسهل لك زاد نجم تلقى الخدمه في ساعه في ساعه. باهي سندل ما شاء الله خدمات بروفيسيونيل درجه كبيره برشا وشارج كبير باش يتنحى لطالب شغل. انا كطالب شغل كنشوف لي خدمات هذوما سؤال اسكو الخدمات هذه باش تقدمهم الشركه هذه لطالب الشغل مجانيه والا بمقابل؟ مانيش نحكوا على لي كونترا انا اي بطبيعه ديما نعاود نفكر العباد اللي خلطت تو تسمع فينا تو دونك لهنا في اس جلوبال راهي ماهيش تبيع في العقود راهي مؤسسه تحمل طابع ممكن كيفاش معناها التعاون في الامور الاداريه وليست بيع وشراء هذه ديما نعاودها به لهنا كانت كطالب شغل باش تجي معناها للشركه دونك لهنا باش يخلص عليك بمبالغ رمزيه وضئيله جدا به باش ما نتفوش الموضوع على الاخر الناس تسمع فينا اما خير برشا وتربحك برشا فلوس في جيبك علاش؟ على خاطر هي باش تاخذ عليك الشارج الكل وزيد هي ماهيش باش تخلص على العقد هي باش تخلص جوست على الخدمات اللي هي قاعده توفر لك فيهم دونك لهنا انت كي تشوف الخدمات هما شنوما كي تشوف معناها كميه الـ الناس والا كميه الشارج اللي هي حطته عليها وفكته منك انت دونك انت وحدك لهنا نجم تفهم اللي شارج عليها ماهوش صغير اما بالرغم هذاك الكل بالرغم الظروف هذيك الكل هي مش تخلص على العقد اللي هي معناها لقاته لك لا هي مش تخلص جست على الخدمات اللي توفرهم لك اللي هو مبلغ يختلف من دوسي لدوسي ومن حاله لحاله ومن بلاد لبلاد ومن شركه لشركه هذه الكل معنا الناس كل نجموا نفهموها الحاجه دونك هنا احنا عرفنا الفي اس جلوبال سيرفيس وين تبدا المهمه نتاعها وين توقف المهمه نتاع سيرفيس وين تقف المهمه نتاعهم هما اون سويفي معاك حتى كش للاخر لين يوصلوك للبلاصه اللي انت لازمك توصل لها دونك اذا كان هما معناها هما باش يقعدوا يتبعوا فيك حتى عام كامل معناها في صوره ما اذا دوسي طول هذا حتى كان مش في شهرين وثلاثه نجم تلقى اما اذا كان طول هما ما يكملوا معاك الا ما ياطروكم الفو ونجموا حتى نوصل بك لبعيد ياطروك حتى للونتريتيان اللي باش تعملها مع الشركه نجموا يحذروك اي بتبيع يحذروك شنو هما لي كونساي نجموا يتيحوا لك شنو هما الحاجات اللي لازمك تقولهم باش تقنع الشركه برشا حكايات اخرين اللي هو سيرفيس ما تلقاش في البلايص كوليك باش يقعدوا يتبعوا معاك حتى كش للاخر لين يلقاو لك الخدمه ويقعدوا بالطبيعه يتبعوا معاك للونتريتيان كيما حكيت لك حاجه اخرى سيرفيس واحد اخر توفره الشركه جديد اللي هو نيو اللي هو مثلا طالب الشغل ساعات يجيك ماهوش فاهم روحه حتى شنو يحب يعمل ولا ساعات يحب يمشي لك البلاد اما راهو ناقص اللغه وانت تعرف اللي اللغه تويكا مهمه برشا في الكوميونيكاسيون اذا كان انت ما تعرفش تكومينيكي مع العباد كوم الفو راك ما تنجمش توصل وحتى كان معناها لقاو لك هما العقد نتاعك الا انه الشركه ساعات نجم تروفزك وما تقبلكش دونك لهنا يوفروا لك سيرفيس جديد انه نجم هما اللي اطروك في اللغه ومن بعد تاخذ الاتستاسيون نتاعك معناها يعملوك فورماسيون صغيره فورماسيون في اللغه للبلاد اللي انت ماشي لها ومن بعد بالطبيعه معترف بها وتاخذ الاتستاسيون نتاعك هذه بالنسبه للحاجه الاولى الحاجه الثانيه انه عروض الشغل راهو ما تقفش كان على الهجره للخارج معناها راهو فما برشا عباد بحكم المسؤوليات وبحكم المعيشه وبحكم برشا ظروف اخرى ما يعلم بها كان العبد اللي هو يحب على الخدمه ينجم ظروفه ما تسمحلوش باش يسافر معناها باش يسافر ولا باش يبعد دونك راهي شركه في اس راهي تقدم لك زاده خدمات وساطه اداريه والبحث على عقود شغل في داخل تراب الجمهوريه التونسيه داخل الجمهوريه بالطبيعه شنو هي حاجه مع الخواص مع الدوله ولا بالطبيعه راهو اجا نقول لك راهي امور اداريه حبيت ولا كرهت معناها اذا كان هي تمثل لك وساطه اداريه دونك باش تلقاها مطلعه على كل معناها القوانين ولا كل حكايه بالنسبه لحكايه القوانين جبدناها احنا تو بالزهر فما ايكيب كامله هي مختصة في الأمور القانونية خاطر ينجم يظهر لك تنقيح قانوني جديد في دولة معناها خارج البلاد التونسية والطالب الشغل يكون ماهوش على دراية دونك باش تظهر لهنا برشا حيثيات برشا أوراق جديدة ينجم هو يكون ما يعرفهمش دونك الشركة توفر إيكيب كاملة بذمتك على الحكايات هذوما يكونوا ديما مطلعين على تغيرات القوانين في البلاد معناها خارج البلاد التونسية في أي بلاد مهما كانت دونك باش يكونوا مطلعين عليها باش هما يعلموك بكل حاجة جديدة ويعلموك بالأوراق ولا بالحاجات الجدد اللي أنت لازم معناها فيس جلوبال سيرفيس هيكل كامل منظم صحيح في خبراء بتبيع يقف على كل صغيره وكبيره بتبيع في الملف نتاعك بتبيع ما يكتفوش انهم جوست ياخذوا ملف يعملوا له ترجمه ويبعثوه للشركات ولا للدول ياخذوك سيرشارج بكلك يهيئوك ياطروك يعملوا لك حتى دي فورماسيون هكا ولا اي دي فورماسيون معناها انت كي باش تمد الدوسي نتاعك باش تكون متهني
خلينا ما نبلغوش باش انت وحدك وحدك توصل للبورسنتاج وحدك. نخليك انت وقتها تقول شنو هو البورسنتاج نتاع الراحه ولا نتاع الكونفيونس اللي خذيتها من الشركه هذه. مانيش باش نعطي تاو بورسنتاج، خليك انت تعطيه البورسنتاج. وهذا كل باسوام رمزيه بتبيع باسوام باسوام رمزيه، وخلينا نقولوا خير برشا من شركات اخرى والا يخلصوا جوست على الخدمات اللي قاعدين نجموا نعرف الاسوام الرمزيه. جيست معنا يخلصوا على الخدمات اللي يوفروهم بالحق. على خطر علاش قلت لك ليه سيف للعباد اللي تسمع ساعات يقول لك بالحق هما عندهم الحق العباد معنا تسمع قديش اسوام رمزيه قديش من بعد تقول لي زوز ملايين ثلاثه ملايين اربعه ملايين. لا ماهمش زوز ملايين ماهمش ثلاثه ملايين ماهمش اربعه ملايين. للناس اللي تحب تعرف رمزية. للناس اللي تحب تعرف للناس اللي تحب تعرف لهنا هذه النقطه مهمه برشا ومهمه على الاخ بالنسبه للعباد اللي تسال فيا واللي يكلموا فيا واللي يطلبوا فيا واللي يبعثوا لي في لي ميساج على الفيسبوك انستغرام وغيرهم من مواقع التواصل. نحب نقول لكم سؤالاتكم على العين والراس. والله نفرح برشا كي عبد يقصدني ويجي ويسالني ويعمل لي معناها قدر وقيمه في الحكايه. اما راني نجم انا نعطيك معلومه مانيش على خاطرني ممثله مثلا للشركه باش تلقى عندي الامور الكل، راهي الامور الاداريه خارجه على السايتر نتاعي. دونك لهنا انت باش تفهم روحك اكثر بالحق بعزه وبمحبه راني نقول فيه الكلام هذا، منحب حتى حد يتغشش مني وحتى العباد اللي ما جاوبتهمش. اي لا والله بالحق سيف لازمني نذكر النقطه هذه. تمشيوا للمقر، راهو عندكم النوامر، عندكم النوامر نتاع السوسيتي شنوما، عندكم المقر وين راهو ساهل معناها. حتى اذا كان نابل بعيد عليكم وانتم تسكنوا نابل بعيد عليكم تليفون نجم يقضي لك كل شيء. وقتها استفسر انت اللي موجودين غاديك انه هما يمدوا لك المعلومات اللي انت تستحقهم واكثر ويوسعوا بالهم معاك كيما انت تحبوا اكثر، وتنجم انت تفهم روحك وقت اذا كان لازم عليك باش تمشي للمقر فبها معناها انت كنت باش تمرمد من مؤسسه لمؤسسه ومن اداره لاداره، كي باش تمشي لبلاصه بركه اللي هي حاجه اللي هي معناها الاداره السيبل اللي تنجم تقضي لك هذا الكل، فبها معناها نضحيوا شويه اذا كان ما تنجمش والتليفون سيفيزون فامورك مريقله تنجم تفهم. باش نذكر الناس اللي تتسائل على السوم قداش تتسائل على كيفاش على برشا معلومات نجموا يمشوا للمقر نتاع فيس جلوبال سيرفيس نابل حواش قرب محطة الحافلات، وإلا زاد نجموا يتصلوا بهم على الأرقام التالية 353 455 هذوما الأرقام المتوفرة الموجودة على ذمتكم وموجودين تنجموا ترجعوا الفيديو على صفحة راديو كابا فيم وإلا على الصفحة الرسمية لفي اس جلوبال سيرفيس وتلقوا العناوين به. ناس بعد ما ينجموش خذاوا المعلومة بالتليفون وعجبهم السيرفيس بتاعكم كذا وما ينجموش يتنقلوا بتبيع. راهو ايش نقول لك سيف، راهو ولينا في عصر بالحق عصر السرعة اللي هو كل حاجة نجم تلقى لها حل. انت تويك انت تلقاك قاعد في دارك وتحكي مع واحد مش عارفه يسكن في كندا في المانيا في شنو، خلي انت ما تنجمش تبعث معناها ميل فيه المعلومات ولا الملف نتاعك، حاجه سهله على الاخر ماهيش حاجه صعيبه. دونك زاد للي معناها ماهوش منجم يتنقل كي يطلب هو السيرفيس ويحكي معاه ويفهمه وكل ينجم هو يتعامل معاه بالميل، نجم يكون هو ما ينجمش يجي كما قلت انت يتعامل معاه يبعثوا الملفات نتاعو بالميل نتاع vs1global.service@gmail.com vs1global.service@gmail.com ينجم يبعث الدوسيي نتاعو ونذكروا بالارقام فرد مره 53 33 50 98 والا 94 33 58 09 54 33 58 09. ان شاء الله يا سيف نكون وصلت المعلومه بالقدر الكافي ان شاء الله، وان شاء الله نكون بسطنا للعباد اللي تسمع فينا بالقدر الكافي. واذا كان فما حاجه انا ممكن خفلت عليها ولا قصرت فيها نجموا يتصلوا بالارقام هذوكم والاداره تحت ذمتكم والاكيب تحت ذمتكم باش تفسر لكم كل حاجه وربي يسهل الطريق للناس اللي يعطيك الصحه. يعطيك الصحه سنده ممثله اجانس فياس جلوبال سيرفيس على هذه التوضيحات والمعلومات، والناس اللي ما التحقت بنا الان في الاستماع وما قلتش على الحوار من اوله تنجموا يرجعوا للصفحه الرسميه لراديو كاب اف ام ويتفرجوا في الفيديو من الاول، والا يدخل على الصفحه الرسميه لفياس جلوبال سيرفيس على فيسبوك. فاصل ثم نتواصل.